إذا سألت فاسأل عن يوم المزيد. يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. اللهم آمين. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. وإذا سألت فاسأل عن يوم المزيد، ورؤية العزيز الحميد، يوم ينادي المنادي من مكان قريب أو بعيد: يا أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. يا أهل الجنة، إن ربكم تعالى يستزيركم، فحي على الزيارة. ربنا طالب زيارتكم وانتم من أهل الجنة، فحي على الزيارة، فينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا أتوا على الوادي الأفلح، ذلك الذي جعل لهم موعدا، وأمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك، ونصبت لهم منابر من نور، ومنابر من استبرق، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكن فيهم دني، ونادى مناد من السماء: يا أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. إن ربكم، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. ده ربنا وعدنا وعد وعايز ينفذه. إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك، إذ سطع لهم نور من فوقهم أشرقت له الجنة، فإذا هو الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، فيقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا أهل الجنة، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ سلوني هذا يوم المزيد، سلوني هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: الربنا قد رضينا فرض عنا. يا رب قد رضينا ودخلنا جنتك، فرض عنا يا الله. فيقول: لو لم أرض عنكم لم أبلغكم جنتي. سلوني هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: الربنا أرنا وجهك ننظر إليه. يا رب أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب تعالى الحجب، ويتغشاهم من النور ما تغشى. لولا أن الله قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا وماتوا من نوره. فلم يبق واحد منهم إلا وحاضره ربه محاضرة، وناظره ربه مناظرة. وانت من أهل الجنة، ربنا هيكلمك وهيفكرك بكل ذنب انت عملته. وانا من أهل الجنة، وانت من أهل الجنة، وهيقول لك: فاكر لما عملت الذنب كذا والذنب كذا والذنب كذا؟ فاكر لما بصيت على الحرام؟ فاكر لما عملت الحرام؟ فيقول: أي رب، ألم تغفر لي؟ ألم تستر علي؟ فيقول: لو لم أغفر لك لم تبلغ منزلتك هذه، وسترتها عليك في الدنيا، واليوم أسترها عليك. فيا لذة الأنظار بتلك المناظرة، ويا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة أعين الأبرار بالدار الآخرة، ويا حسرة الكافرين بالصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اعملوا إنكم تكونوا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.